مساكم الله بالخير والإيمان، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وببركة الصلوات. إلهي، خاب الوافدون على غيرك، وخسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. بابك مفتوح للراغبين، نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم مد لنا يد العون، أقبل علينا بوجهك الكريم، انظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة من عندك، ثم لا تصرفها عنا، نستوجب بذلك غفران الذنوب، ستر العيوب، كشف الكروب، شفاء المرضى، من أوصانا بالدعاء والمنظورين وجرحانا الليل جمعة، أحبائي من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده. اللهم واكتب السلام والحفظ لزوار الإمامين الجوادين، وارزقنا قضاء الحوائج ببركة الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في أرضه، صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، إلى أبد الآبدين، آمين رب العالمين. تبا لهم من أمتي لم يحفظوا عهد النبي، بماذا جازوا رسول الله؟ هل طبقوا القرآن عندما قال
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ماذا جاز والنبي؟ تبا لهم من أمتي لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد. سووا بهم، ماذا فعلوا بهم؟ قد شتتوهم، قد شتتوهم بين مأسور ومقهور ومنحور بسيف عنادي. أيوا حسينا، قد شتتوهم بين مقهور ومأسور ومنحور بسيف عنادي. هذا بسامرة وذاك بكربلاء، هذا يا بسامرة وذاك بكربلاء وذاك في طوس وذاك في بغداد. لهفي وهل يجدي أسا، لهفي على باب المراد. يا من على حسين غاطيك السواد، بدمعة الطواف مر على مصاب الجواد. اللي دمعت على عاشورة، عاشورة ما انقطعت. اللي دمعت على الحسين، دمعت ما توقفت. كل أرض كربلاء كل يوم عاشورة. آي آه يا مين على حسين غاطيك السواد، بدمعة الطواف مر على مصاب الجواد. خلينا نسولف، العالم يسمعنا، العالم يشاهدنا، يقول ايش بيكم؟ ليش كل ايامكم عاشورة؟ ليش كل ايامكم كربلاء؟ تعالوا شوف، تلقى شاب بأول سنين العمر إيلاوي كف الموت بجفوف الصبر، خلي دمعك لجل ابو الهادي يدور وتعلن الدنيا على مصاب الحداد. تلقى نيران العطش بمضرمة وعاش مثل حسين لحظات الظمى، ثلاثة أيام عطشان ساعاته قساوة الزمن الدهار. الناس تلقى نيران العطش بمضرمة وعاش مثل حسين لحظات الظمى، عليه وعلى حسين ونت فاطمة. آه يا ابن تصيح يا باب المراد،
ظل ثلاثة أيام جسمه على السطح مثل جد حسين من بعد الذبح. هالجرم مأساته من ذاك الجريح. واجب واجب يحل العذاب كل البلاد بقلب كل شيعي سهم فقده مضى بسم بن العباس وبو الهادي قضى بهالمصاب نعز مولانا الرضا بهالمصاب نعز مولانا الرضا يا ونبذل دموع الحزن رغم العباد وياك الكلام مواساة للإمام الرضا عليه السلام. وياك وياك يا ابو محمد نعيش الحزن وتهل دم والله نخل دمعات الحزن تون الشيعة على ونك تون يلي حبكم فرض من رب العباد يلي دمعاتك حزن لا بالسواد الليلة امشي وياي يم باب المراد. إلهي بحق محمد الجواد عجل لوليك الفرج واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اطلبوا حوائجكم الليلة بشفاعة شباب الأئمة محمد الجواد ونسألكم الدعاء. اللهم شافي كل مريض واقض حاجة كل محتاج يا الله. آمين رب العالمين. قال الله في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن. الليلة جمعة الصلوات بأعلى الأصوات. أحبائي أعزائي في كل زمان وعبر هذا التاريخ الطويل والعريض دائما الدين وأهل الدين يواجهون الأزمات ويعيشون الصراعات. يلا ما يخالف. صلوا على محمد وآل محمد. وهذه الحالة تتكرر دائما. يعني اطلعوا على التاريخ وتأملوا في بعض الفترات المهمة التي يعيشها الناس، تلقى دائما الذي يتصدى هو الدين، لأن هاي مسؤولية، والذي يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الأكثر هم أهل الدين، لأنه المحاولة شنو المحاولة؟ المحاولة أنه يخلون الإنسان بلا بوصلة، المحاولة أنه يخلون الإنسان يعيش بلا هدف، ويخلون الإنسان يعيش الفوضى. وهذه طبعا الأشياء اللي إجا الدين حاربها وإجا الدين خلالها مفترق طريق. يعني لازم الإنسان يحدد موقفه، إما يكون مع الله أو يكون مع الشيطان.
لازم الإنسان يحدد موقفه، إما يخلي الدنيا هي دار الأبدية ودار الاستقر بها للأبد ويعيش الوهم والخداع والخيال، أو يخلي الدنيا طريق وباب وجسر يعبر بها إلى الآخرة. الدين إجا خلى مفترق طرق، وطبعا ما جبر الإنسان. تتشوف مسائل الدين وأمور الدين الإنسان يكون بها مختار، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الإنسان مو مجبر. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. شوف هاي إشارات واضحة أبو كرار، ولو زحمة عليك الأطفال سيطرن عليهم جزاكم الله خير حتى لا يربكون الناس ويربكون المجلس. أكون ممنون منكم. صلوا على محمد وآل محمد. ويلتفل هاي المسألة من بداية المجلس، هذه الأزمة موجودة عبر التاريخ، الأزمة حادة والأزمة دائما تأخذ مساحتها من الناس وتأخذ مساحتها من العقول والقلوب. اللي يتصدى هو الدين وأهله، وهذا عبر التاريخ ثابت بسيرة الأنبياء وبما عاشه الرسل مع الناس، وبالذات الأئمة لأنهم يمثلون الدين فيدفعون ثمن، والذين يتبعونهم واللي يمشون وراء الأنبياء واللي يمشون وراء الرسل واللي عندهم قادة هدات وسادة ولات وهم الأئمة، تشوفهم يتحملون المسؤولية، لأنه أكو مؤامرة. شوية هاي النقطة الأحب توصل لك الليلة بأمانة. أكو مؤامرة ضد الإنسان، أكو مؤامرة كبيرة وهي سرقة عقل الإنسان، إشغال قلب الإنسان، إلهاء الإنسان له بحيث مو ينسى كل شيء، لا ينسى ويحارب كل من يريد أن ينصحه ويريد أن يوجهه. وهي الآية تفتح لنا آفاق بلسان النبي: ففروا إلى الله، اهربوا إلى الله. هروبكم إلى الله، فراركم إلى الله منين؟ طبعا احنا من نجي للواقع والحقيقة لازم نجي نسجل ونحصر بنقاط مهمة، من اللي قاعد يحارب الإنسان ويضر الإنسان فعلا. اليوم وجهوا المجتمعات وصوروا للناس ان الدين هو اللي يضركم، واللي الدين هم اللي يضرونكم. جاش قد مخدوع بني آدم. هو الدين اجى لصلاح البشر، الدين اجى لبناء الإنسان، الدين اجى لكي يحقق مثل ما قلنا لك البارحة الراحة والسعادة، ويخلي الإنسان يمشي بعقله. انت فرد يوم سمعت وفرد يوم شفت دين ما يريد عقل؟ شرط الأساس الدين العقل. إذا ماكو عقل الدين ما إله شغل ويا ابن آدم. الآن روح للتكليف، التكليف الشرعي. شو وقت تقول للإنسان صلي وصوم وروح للحج؟ أول شرط يكون عاقل. أول شرط. إذا عد عقل الطيك تكاليف، ما عد عقل بعد لا تحكي. عد قدرة، عد مال، ابن منو، يا هو شنو، ما يحكوا يا الدين. أول خطوة وأول طريق وأول باب وأول شرط يرتب الدين عليه أثر عد عقل. لو ما عد عقل هاي وراها يحكي، إذا ما عد عقل ما يحكي. فش وقت الدين إجا وراد يسلب عقل البشر؟ شو وقت الدين إجا وراد يضرب عقل الإنسان؟ هاي قدامك الصورة. الآن الصورة الموجودة بالواقع ومالي الناس عبر الشرق والأرض شوفها بكل مكان، حولوا الناس إلى أعداء ضد الدين وهم اللي يحاربون الدين، خلوا الناس تكره الدين، تكره أهل الدين. هاي مؤامرة كبيرة أساسها سرقة عقل الإنسان، أساسها وأصلها
إشغال قلب الإنسان لهي ويا مشروع تريد تسوي وياه، اسرق عقله وتحكم بيه مثل الأدوات. هذا الدعاء شو يعني لك؟ اللهم نبهنا من نومة الغافلين، لا تجعلنا أسارى في أيدي الظالمين. شوف أنت اقرأ التاريخ، فرعون الله عز وجل يحكي لنا الأزمة الحقيقية، استخف قومه فأطاعوه، سيطر على اقتصادهم، سيطر على سياستهم، سيطر على إعلامهم. ترى ذن ثلاثة الغلب بهن فرعون الناس، الاقتصاد بيده، تكون تشوف اليوم شيل راسك، الاقتصاد بيدك لو بيد غيرك، من اللي قاعد يتحكم بالسوق؟ انت لو غيرك، من اللي قاعد يتلاعب بمصيرك الاقتصادي، يصعد السوق وينزل السوق؟ روحوا كلكم تعبوا انفسكم شوية، طبوا بحوث، ما تتعبون بالانترنت بالجوجل باليوتيوب، بحثوا شوفوا شنو قصة البنك الدولي. هاي البنك الدولي شنو قصته؟ هذا منين اجى لو اذرعة الناس واجى مسك الناس من ايدهم التوجعهم وصلت على رقابهم سيف حاد وهو اسم الديون والقروض. انت اللي يقول هذا المثل معروف، الدين هم في الليل تفكير وذل في النهار. ليش تطلع برا مديون؟ ابو الخبز يطلبك، البقال يطلبك، ابو الصيدليه يطلبك، الخياط يطلبك، الحداد يطلبك، النجار يطلبك، تدفن روحك وين تمشي بالشارع ذليل، كل هالطلبك بالليل حاط ايدك على خدك ومهموم. الدين ذل في النهار وهم في الليل. لما سووا البنك الدولي وسووا هاي القروض، اجوا للشعوب، اعطيك قرض، اعطيك مال، ابني بلدك، ابني حياتك، بس ابقى اطلبك طول العمر، ظل طول العمر مديون، طول العمر، طول العمر لازمك من ايدك توجعك، طول العمر لاوي رقبتك ولاوي ذراعك وانت تبقى الى مديون. الان ترى حقيقة مرة، كثير من الشعوب هي مديونة للبنك الدولي، مديونة للرأسمالية وللاستكبار وللاستعمار. هاي الدول اللي قاعد تتحكم بالاقتصاد لازم كثير من الشعوب والدول من ايدها توجعها. الان اتحدى رئيس الوزراء، مو سلطة تنفيذية، واتحدى رئيس البرلمان والبرلمان كله مو سلطة تشريعية، واتحدى ويا رئيس الجمهورية، اذا باكر ينزلون لك السوق وينزلون لك سعر السوق وينزلون لك الاسعار. يقول لك مو بيدي الامر، مو بيدي، اكو من يأمرني، اكو من يتحكم بيه. وهاي راح تفتح لك باب ثاني، راح تفتهم ان السلطة مزيفة، ان السياسة لعبة بيد هؤلاء. يعني هذا ما صار رئيس ولا صار زعيم ولا صار وزير الا بسعر، ترى كلهم حالهم حال الطماطة والخيار وحق الامام الجواد. والله وبالله وتالله هاي المناصب اللي تشوفها حال هاي الاسواق اللي يطب لها بالاسواق، مو طب كل حاجة مكتوب عليها سعرها، من الطب للاسواق والطب للبقال والطب وين ما كان، مو كل واحد حاطين عليه السعر، ترى كل منصب عليه سعر، كل منصب عليه سعره، وبالسعر يقعد بهذا الكرسي ويشغل هذا المنصب. واكو سماسرة، ترى لا تغرك عناوين مدير عام ووكيل وزير ووزير وهذا كلهن، والله وبالله وتالله وحق الامام الجواد كل من بسعره حالهم حال الاسعار المكتوبة في كل بضاعة. وهاي الحقيقة. ليش؟ لان اجوا سيطروا على الاقتصاد، واجوا من وراء الاقتصاد تحكموا بالسياسة، واجوا من وراء السياسة داروا الاعلام وداروا كثير من الامور، فلذلك حيروا الناس، دوخوا الناس، اشغلوا عقولهم. تاخذ بني ادم يلعب من الليل للصبح لعبة بالموبايل، يلعب لعبة ماكو هيك قابلية، ماكو هيك قابلية واحد يلعب لعبة من الليل الى الصبح. بعض الناس تستهزئ تقول لك حتى على ما اذا واحد راد يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر يبتلي على عمره. الان رغبوا الناس وخلوهم يعيشون حالة من الانفلات عن طريق الغناء، الغناء الدين محرمه لان يذوب عقل الانسان، يحوله الى منافق، ما يخلي له بركة بحياته. الان اكو ناس تحب الغناء، تحبه وتريده وعدها حالة طبيعية، اذا ما يغني عيب واذا ما يجيب غناء عيب،
وصار عندنا مؤسسة للغناء ومدرسة للغناء وغيرها. إذا التفت، تحكم فرعون باقتصاد الناس، تحكم بسياسة الناس، يا هامان ابني لي صرحا إعلام. صارت الناس جوا إيديه مثل الدمى، مثل الدمى يحرك بهم شلون يريد. أنا ربكم الأعلى. ترى القرآن يحل لنا أزمة من يقول لنا قصة فرعون. أنت إنسان حر، الله أعطاك عقل، كل نفس بما كسبت رهينة، الله ما يذبك بنار ولا يخليك بجنة إذا مو باختيارك أنت تختار. هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، بكيفك أنت تختار. ماكو يوم القيامة شوف أكو فرد حالة يعرضها القرآن اللي هي ثمرة كلامنا الآن. يوم القيامة يتبرأ القادة والسادة ويتبرأ الأئمة ويتبرأ السلاطين، أهل الكفر والنفاق يتبرون. سادة الكفر، أئمة الكفر، قادة الكفر، سادة النفاق، أئمة النفاق، قادة النفاق راح يتبرون من أتباعهم يوم القيامة. القرآن يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يقول لهم احنا ما قال لكم امشوا ورانا، ولا قال لكم اتبعونا، ولا قال لكم تعالوا اخذوا من عندنا، باختياركم جيتوا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وقت لما رأوا العذاب شافوا كل من أخذ مصيره وتقطعت بينهم الأسباب، شو هذا أنا كنت اتبعه بالدنيا شو ما له شغل بي، شو هذا أنا كنت أمشي وراء بالدنيا شو ما تحمل مسؤوليتي، شو هذا كنت أركض وراء وهوس له وكل شيء أسوي له، شو هذا ما أصلا أنا بالضيم وما له دخل بي. شوف إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، خلص خلص القرآن يقول انقطعت العلاقة بيناتهم. شرادوا، شوف القرآن ينقل لنا الحقيقة، الله ينقل لنا الواقع. شرادوا ذولا اللي تبرأوا من عندهم لما صار هذا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، قالوا ربي رجعنا، تردون رجعنا نريد نتبرأ من عندهم مثل ما تبرأوا من عندهم. شوف شي يطلبون، لأنهم كانوا يمشون وراء وهم. هذا اللي إمامة أمريكا وإمامة إسرائيل والاستكبار والإرهاب وذولا كلهم قدامك صور. فقاموا بسرقة عقول الناس، هاي التفتوا إلها، هاي الدين ينبهك عليها، هاي الدين يورجك عليها، هذا دور المنبر، هذا المجلس اللي بعض الأحيان ولمة الناس ومحفل الناس من يجتمعون، وكثير من البشر تعترض دي لك المن لام الناس وإلمن وإلمن، هاي لحتى الناس تنتبه وتعرف من السارق. شو انتبه، هذه كلمة بها مسؤولية، من السارق وش راح يسرق من عندك، منو المنافق وش راح ينافق لك. لما ياخذ عقلك ويشغل قلبك يعني يريد يوقعك في مصيبة. الدين هذا دوره، الدين لا إكراه في الدين، ينبهك رجل الدين، ينبهك، يربطك بالله، يربطك بالآخرة، يربطك بالحق، يربطك بالحقيقة، ينبهك. وهاي المسؤولية الكبيرة اللي بعض الأحيان تقع على عاتق الناس، أنهم لازم يتوجهون التوجه الصحيح. ففروا إلى الله، شنو شردوا إلى الله؟ منين نهرب؟ نهرب من هذا النموذج، نفر من هذا الجانب السلبي اللي يسرق عقول الناس وقلوب الناس. وأكو كذبة، أكو كذبة اسمها الحقوق والواجبات تتبناها بعض الدول. ليس دولتك فقط وحكومتك فقط وشعبك فقط، لا والله، لا وحق الحق والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. كثير من الشعوب هي ضحية كذب سلاطينها، كثير من الشعوب هي ضحية نفاق حكامها. وهي قدامك تجارب، المنطقة تشتعل نار من شرقها إلى جنوبها إلى غربها إلى شرقها. شوف شوف الضحايا، شوف الدماء اللي قاعد تسيل، شوف الظلم، شوف الفساد، شوف الانحراف، شوف كثير من الأمور قدامك، كثير من الأمور واضحة قدامك، وناس مخدوعة وناس إلى الآن عايشة في فتن وأزمات. فإذا هاي الصورة يا أحبائي على حب الإمام الجواد، على حباب المراد، لازم تفتهموها. الدين شنو وظيفته؟ والدين الله ليش خلاه؟ وأهل الدين شنو وظيفتهم؟ وأنت شنو دورك مع الدين ودورك مع أهل الدين؟
ولازم تعرف من السارق ومن المنافق ومن المحتال ومن اللي غشك. هاي ثلاثة أرباع الدولة راح حول الكعبة يطوفون حول الكعبة بأي وجه ما تدري. ماكو هيك صلافة، بايق الشعب وناهب الشعب وضاحك على الشعب لف لوصلتين وراح يفتر عبالة تخلص المسألة. مثل هذا اللي يبوك ويسرق ويجي محرم يسوي لجدورة 10 20 30 جدر تمن وقيمة وتفض، والناس هم تجي تتكاتل عليه فاسق فاجر. أنا طول عمره طول عمره أنا مشخصة وواصفة محسوب على معسكر الشيطان، على معسكر إبليس، على معسكر السوء. وإذا طبخ للحسين وإذا راح المكة شنو يعني؟ شنو يعني؟ حلها ما تنحل، ما تنحل الأمور بهالشكل. لذلك المجتمع لازم ينتبه. منو اللي ينبهه؟ ينبهه الدين. منو اللي وعي؟ الدين يوعي، وهذا دور أهل الدين، ينبهون الناس ويوعون الناس ويقولون لهم تعالوا اقروا القرآن. هاي آية كريمة صار عمرها 1400 سنة الوحي قال وبلغ عن الله ففروا إلى الله. أنا اليوم بعد 1400 سنة في سنة 2024 ميلادية شلون أفر؟ منين أفر؟ انتبه، أكو انتخابات غلط، أكو انتخابات فاسدة قاعد تبنيها الدولة والحكومة وتمشيها عليك. أنت قضيت عمرك، اليوم أنت وعي عندك، الجول التسلل ما ينحسب، الهدف الأوفسايد ما ينحسب. لو يقولون الفريق 100 جول أوفسايد ما ينحسب، صح لو لا؟ أكو انتخابات غلط لو يسوونها 1000 مرة ما تنحسب. تدري أنت الانتخابات لازم تصير لها أول قوامها وركائزها نصاب، يعني نسبة مشاركة المجتمع 30% يعني مو زين، 40% يتحرك، 50% زين. كل ما تصعد النسبة تعطي مشروعية للانتخابات، تعطي قوة للانتخابات، يعني يحكي المنتخب بزوده، اللي يصعد للبرلمان بزوده، الدولة تحكي، الحكومة تحكي، انتخابات شارك أكثر من نصف المجتمع. بس تجي الانتخابات نسبة المشاركة دون 20%، بالقانون الدولي بالقانون العالمي ما تنحسب، حالها حال الجول الأوفسايد، الجول التسلل. لا، كم مرة الانتخابات دون 20% ويمشوها، بس ما كنت مجتمع ساكت ومجتمع راضي ومجتمع قابل قاضيها لعب بوبجي وفيسبوك ويسقط هذا ويرفع ذاك ويحكي على هذا وينزل هذا ويتعارك ويا هذا وقاضي حياته مستهلكها بتفاهات، مستهلكها بأشياء ما لها قيمة، مستهلكها بأشياء ما لها فائدة. وهذا الخداع، هذا الغش. شنو؟ ليش كل مرة يسوون لك الانتخابات لون؟ كل مرة يصبغوها صبغ، كل مرة يفصلوها بمقاييس، كل مرة ينزلون لك بشكل. ليش؟ حتى يحمون أنفسهم، حتى يبقون بالسلطة. يعني مو أنت المهم، مو أنت اللي مهم حتى يجون من أجلك. هاي الدول والحكومات تتنافس، هاي الدول والحكومات تتسابق، هاي الدول والحكومات هي تعيش من أجل أن تخدم الناس. قانونها العقلاء خير الناس من نفع الناس. دور الدين ينبهك، دور الدين ينصحك. إذا ما تنصح شو تسوي لك؟ إذا ما تأخذ النصيحة شو أسوي لك؟ أكضل عصة عليك؟ الدين ما يقبل. أنا ما أكضل عصة عليك وأقول لك صلي وصوم وحج، لا، مستطيع وعندك إمكانية روح للحج. هذا الحج فرار إلى الله، هجرة إلى الله. ابني نفسك، شنو يعني أذب هدومي والبس أبيض؟ وشنو معناته أذب ملابسي وما ألبس مخيط؟ وشنو معناته ألبس وبقى ما أقتل وحشرة ما أقتل وما أطلع دم وما قص ظفر وما باوع المراية وما أوقف جوا في؟ شنو يعني؟ بالله باوع لي أنا قلب يمنى يسرى. شنو يعني؟ أرد ربيك تربية خالصة، أرد ربيك تربية صحيحة، أرد أخلي علاقتك بالدنيا محدودة، لا تحبها ولا تكرهها، لا تبغضها ولا تريدها تكلب بيها، خلي علاقتك متزنة. انت خطار، ذن هدوم الآخرة، ذن نفس الهدوم راح يلفونك بيهن ويودونك للقبر، ونفس الهدوم ذن إذا كنت مؤمن خير توقف مستور قدامهن، إذا ما كنت مؤمن ولا خير ولا منافق أري من قبرك فشله. فارحمني يوم خروجي من قبري، مو قضية عبالك سهلة. هذا الدين يقول لك الحج تربية،
الحج هجرة إلى الله. اللي يروح للحج وما يستفاد من الحج هذا مشكلة عنده في عقله وقلبه وروحه وتربيته وأخلاقه. اللي يروح للحج لازم يرجع آدمي، مثل ما قرأت بالصوم: من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا خرج من شهر رمضان كيوم ولدته أمه، من حج بيت الله يجعل كيوم ولدته أمه، يرجع نظيف. شوف الدين شرد يسوي، يهذب الإنسان، ينمي الإنسان، يقول له الحج هجرة إلى الله، الصلاة هجرة إلى الله، الصوم هجرة إلى الله. تقطع علاقتك بالدنيا، تقطع علاقتك بالناس، تقطع علاقتك بكل شيء، الله أكبر، توقف، تركع، تسجد، تدعي. الصلاة معراج المؤمن، الصوم جوع، اذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة. 1400 سنة عمرها هاي الآية، تطبيقاتها إليك اليوم أن تنتبه، تحمي عقلك، تحمي قلبك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. احمي نفسك، احمي أسرتك. اليوم الأب والأم لا عبالك مسؤوليتهم سهلة، لا، جبال على ظهرهم. بعض الآباء والأمهات يعانون معاناة كبيرة جدا في مسائل بسيطة صغيرة في التربية. يلا آبائي وأمهاتي، اجتهد لا تخلي ابنك كذاب، اجتهد لا تخلي ابنك وسخ، لا تخلي ابنك وبنتك منافق، منافقة. هاي البنت لازم أحسب لها حساب، تروح إلى بيت، تصير أم، تصير زوجة، تحفظ الرجل في غيبته، تدير البيت. اجت مرة تمثل نساء كبيرة كثيرة، اجت الرسول الله قالت له: الجمعة لكم، الجماعة لكم، العيد لكم، الغزوات لكم، كل لكم. احنا شنو قلنا يا رسول الله؟ حتى تفهم المرة شنو مسؤوليتها. بعض الأحيان أكو مغالطة، قد خدعوا النساء اليوم والمرأة خدعوها بحرية المرأة وبعض القوانين اللي شرعوها، وطلع لك ناشط وطلع لك كذا كذا، قد تاجروا بهذا الموضوع. الله يحل بهاي المسألة. تقول له للنبي: كل شيء لكم، احنا شبقيتون؟ قالها: شوفي، حسن تبعل إحداكن. حسن التبعل موضوع مركب، يعني مو صيرين حلوة قدام زوجك، لا، هذا جزء. مو بس لسانك حلو قدام زوجك وبيتك، لا، هذا جزء. حسن التبعل قضية مركبة من عدة أمور: البيت نظيف، البيت مصان، البيت محفوظ، كثير من الأشياء تقع على مسؤولية الأم في البيت. يقولها رسول الله: حسن تبعل عهداكن، إذا وحدة منك تصير في البيت بهالشكل يعدل الجهاد في سبيل الله. انت والمقاتل واحد، انت واللي بالحرب واحد. ليش؟ ربيتي ولد، كبرتي بنية، خليتيها صادقة مؤمنة تروح البيت الزوجية تخدم بيت، تكون أسرة، تبني عائلة، تصون الرجال، تحميه، تنصحه، تعبان توقف تساعده، مهموم تشيل عنه همه، فرحان تشاركه بفرحه، عنده فلوس تحافظ على فلوسه، ما عنده فلوس تصبر على حاله. هي هاي الحياة. تكبر لإنسان في الصونة وتبني بناء صحيح، هذا حسن تبعل يعدل الجهاد في سبيل الله. اليوم كن نقرأ القرآن ونلتفت للي حولنا، نلتفت للدائر ما دائرنا. احنا يا جماعة والعباس ابو فاضل مبيوقين، ومو بس مبيوقين فلوس، مبيوقين عقول، مبيوقين قلوب، مبيوقين مسائل مهمة. دستورنا مبيوق، دولة مبيوقة، بلد، حكومة، كلها مبيوقة، مسروقة، مبسطين بها وبايعينها، مسوينها سوق. ولذلك شوف كل مرة يجيك الأتعس، يجيك الأصعب، يجيك الخربان، يجيك مع الأسف صخم وجهك وصير حداد. لا علم، لا فهم، لا دراية، لا تاريخ، لا كذا. يجي قاعدونا بالبرلمان، آلة، شيل يدك، شيلها، تليفون، تجي رسالة على الواتساب، تجي رسالة على موبايله، بعد شوية صوت، بعد شوية لا صوت. هذا بشر، هذا إنسان حر، هذا إنسان مستقل، هذا تسميه برلماني، هذا لا، تسميه غير اسم أحسن، هذا تلقى له غير اسم اللي يقبيه أحسن، بس كون اسم فعلا يقع على وصفه وعلى حاله. وهذا هذا واقعهم، هاي حقيقتهم. وزير
وزير ما عنده إرادة، ما عنده سيادة، ما عنده قدرة. وزير كل شيء ما يقدر يسوي، صلاحيات محدودة، صلاحيات محسوبة إلك وإلي. وإلا المحافظ في كل محافظة يقدر ينقذ محافظة، المحافظ في كل محافظة يقدر يبني مجتمعه ويصير لهم أخ وأب فعلا، ويساعدهم ويساندهم ويحل كثير من مشاكلهم. كثير من الناس إذا ما تحمل هذا الشعور وتحمل هذا الإحساس وتشعر بالمسؤولية ما تقدر، ما تقدر. الأب والأم في البيت، المدير في المدرسة، الطبيب، المعلم، كلها أنا وياك. هاي هي كلام رسول الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاليوم أحباء اقروا القرآن بتطبيقات كثيرة على أرض الواقع. فرعون سيطر على الناس لأن كذ اقتصادهم وسياستهم وإعلامهم، بعد شافهم بهالشكل سواهم تقول، قالهم أنا ربكم الأعلى، زرع بهم الخوف، زرع بهم الرعب، يقتل الأطفال، الطفل ينقتل، شوف شوف، يذبح أبناءهم، يستحيي نساءهم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الإمام زين العابدين إيش راد يوصف واقع كربلاء، واقع أهل البيت، واقع المسلمين، واقع الشيعة، واقعنا، شلون وصفه؟ واحد قال له شلونك سيدي، شلون صرتوا؟ قال له أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمد منها، وأصبحت قريش تفتخر على العرب بأن محمد منها. تعال شوفنا آل محمد كبني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءهم، يقتلون رجالهم، يستحيون النساء. تعال شوف شنو يسوون بينا. يعني الحكم الأموي حكم فرعون، نظام فرعون، طريقة فرعون، أسلوب فرعون، يسرق ويمسك الاقتصاد بإيده. الآن إذا لقيت المحافظ تاجر حط يدك على قلبك، إذا لقيت المحافظ مقاول حط يدك على قلبك، إذا لقيت المحافظ عدة شركات حط يدك على قلبك، وكذلك البرلماني، وكذلك الوزير، وكذلك وكيل الوزير، وكذلك المسؤول المعروف بكلمة رفيع المستوى. شلون صار تاجر هذا؟ ليش المقاولات بيده؟ ليش الأمور بيده؟ ليش هاي شلون صار؟ هذا ما راح يقدر لا يخدم ناسه ولا يخدم شعبه بالطريقة الصحيحة. يباوع المصلحة فوق كل شيء، بقاء فوق كل شيء، قوة فوق كل شيء، استمرار فوق كل شيء. هذا واقع، هاي حقيقة. ففرعون سيطر على الاقتصاد، جوعهم، بيد الراتب، بيد كل شيء، سيطر على السياسة، الانتخابات هو يديرها، الأمور هي يديرها، سوق عدة. الآن سماسرة تارسين الدولة، سماسرة تارسين الحكومة، وراح تطلع لكم فضايح هواي، كلش هواي بمرور الزمن. انه هاي عبارة عن سوق حالهم حال اي واحد يبسط يبيع ويشتري. وسيطروا على الاعلام، الان الاعلام مسيطر عليه، اللي يريد يرفعوه، اللي يريد يسقطوه، اللي يريد يبقوه، اللي ما يريدون يبقوه. هاي حقيقة. اجت بني العباس تبنوا نفس الافكار، بني العباس جوا للناس رفعوا شعار اسم الرضا لآل محمد، صلوا على محمد وآل محمد، والليلة جمعة بأعلى أصواتكم. هبت وياهم الناس، بغضوا بني أمية، حاربوا بني أمية، هبت وياهم الناس. شو بعدين؟ قتلوا أهل البيت. شو بعدين؟ سبوا أهل البيت. شو بعدين؟ سجنوا أهل البيت. شو المنصور الدوانيق عنده كلمة مشهورة يقول قتلت 1000 من ولد علي وفاطمة ولم يبرد غليلي. كش وقت يبرد غليله؟ شو اجوا وقضوا على أهل البيت؟ والله حطوا أولاد السادة وأولاد أهل البيت باسطوانات البناء، هاي الدنقة مال البناء، يحط بها الشاب ويبني عليه الاسمنت. ونظروا إلى كثير من هاي، هسه يقولوا لك بنا بغداد، بنا كذا، سوالك كذا، بس علي من بناها؟ دماء جواها، بناها بدماء الناس. الآن أنت تباوع بني العباس، ماذا فعلوا بآل البيت؟ هاي قدامك موسى بن جعفر 14 سنة سجن. اللي قتل الإمام الجواد تعاونوا اثنين، باكر أفصل لك هاي الحادثة وبعض نقاط مهمة في حياة الإمام الجواد إن شاء الله. اثنين اشتركوا، المعتصم ابن هارون اللي يصير أخو المأمون. دي شوف ذولا شلون صاروا بالسلطة، المأمون شلون صار بالسلطة.
صار بالسلطة بعد ما قتل أخوه، فبنى سلطة علما على دم وقتل أخوه ظلما. هسه أخوه جانب آخر يستحق القتل لو ما يستحق، هاي قضية جنائية، بس المأمون ما صار بالسلطة إلا قتل الأمين. أخوه منه؟ المعتصم. المعتصم كان معروف شخص أمي، يعني لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم شيء، كل شيء ما يعرف، يعرف خمر، غناء، هاي المسائل يعرف، غيرهن ما يعرف. جابوه بالسلطة بعد المأمون، هو صار استحقاق؟ لا. كفاءة؟ لا. انتخابات؟ لا. شنو شلون صار المعتصم؟ ارجع للتاريخ. وانه بالمصيبة يدرسون أولادنا وبناتنا ويدرسون بالوطن العربي ويدرسون للشعوب العربية المعتصم رجل كيس مثقف، مثل ما يصبغون السياسي اليوم والبرلمان اليوم والمحافظ اليوم ووكيل الوزير اليوم، وهاي الناس يصبغوها ويلمعوها. المعتصم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، ومو مال دولة ومو مال حكومة، وبنعجتين ما مشي، نعجتين يسرح بهن ما مشي، أطي دولة أطي حكومة، بس هذا الحكم العباسي، هاي الدولة العباسية اللي انبنت على الدماء وعلى مصير الناس. المعتصم اشترك بقتل الجواد، كان مبغضا للجواد سلام الله، يكره الإمام الجواد، هذا المعتصم. والسوى ترى لظل، وهاي النقطة كلش مهمة سياسيا تفيدك وتاريخيا، تدري المعتصم منو جاب؟ جاب الأتراك يديرون الدولة، جاب ثلة من الأتراك خلاهم يديرون الدولة. تدري ليش؟ شوي اصفن، ترى كثير من الأمور متشابهة، واليوم روح إلى بعض المشاكل بالمطارات بالجراجات بالسياسات، تلقى أخو الوزير ابن عم الرئيس ابن كذا هو اللي خايطها. تدري ليش المعتصم قرب الأتراك؟ لأن أمة تركية وجاب خوالة خلاهم يديرون البلد. بعد مدة المعتصم سواهم آلاف، 4000 يديرون الدولة والحكومة وكل مفاصلها. بعد مدة من الزمن صاروا 70,000، يعني قوة، عسكر، جيش، إدارة. بعد خلص المعتصم هو السبب والركن الأول في قتل الإمام الجواد، وكان وزيره عامي بالوصف التاريخي. شوية أنتم كمجتمع وأعراف وتقاليد عندكم مثلا العامي، يا هو العامي المو سيد، هيك يسمونه سيد وعامي، لكن بالتاريخ بالفكر بالمعلومات اللي هي باللغة عامي، لا مو في قبال السيد، يعني اللي ما عنده فهم، اللي ما عنده علم، اللي ما عنده اختصاص، اللي ما عنده، وهي تلقونها بالرسائل العملية، العوام أن يقلدوه، على كل عامي أن يقلد. هذا العام هنا اللفظ يعني من عامة الناس، وما عنده حظ، لا علم لا فهم لا اختصاص لا شهادة، كل شيء ما عنده. فالمعتصم أمي ووزيره عامي، هذا الوصف بالتاريخ تلقونه. أي كلمة بالعلم الأكاديمي بالكتب تلقونها ترفع المعتصم، قل ذن فلوسهن مدفوعات. أي صبغ أي طلاء للمعتصم ودولته وحكومته تلقونه غش وخداع، يكذبون على الناس. هذا الركن الأول. الركن الثاني منه؟ أم الفضل بنت المأمون اللي هي زوجة الإمام الجواد سلام الله عليه، اللي هي اشتركت مع المعتصم في قتل الجواد. تجي إذن ما عندهم رحمة ولا رأفة، حتى قال الشاعر: يا ليت جور بني مروان دام لنا، وليت عدل بني العباس بالنار. فلازم نعرف أحبائي، لازم نعرف، لازم نميز يا إخواني يا أخواتي يا أبنائنا جميعا، يا آبائي يا أمهاتي، طبقوا القرآن على الواقع، افهموه بمساحة أوسع، استعينوا بالعقول، كون عقلك مو خربان، كون عقلك مو تعبان حتى تفهم القرآن. ففروا إلى الله، منين أفر؟ شلون أفر؟ كون قلبك يشتغل بصورة صحيحة، قلبك نظيف. حذرنا القرآن من 4 تصيب القلوب: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بل ران على قلوبهم، هذا الذنب اللي يصير، طبع الله على قلوبهم، أم على قلوب أقفالها. حذرنا القرآن: نظفوا قلوبكم، واستفادوا من هاي المحافل، واستفادوا من هاي المجالس، واستفادوا من هاي القضايا اللي هي تعظيم شعائر وإحياء أمر أهل البيت واستذكار لشهادتهم. صحيح الإمام الجواد قبل 1200 وكسور سنة
قتل واستشهد، لكن إذا نحلل قضيته ودولته اللي عاش وياها والحكومة اللي عاشت وشلون صارت، راح نفتهم هواي قضايا، نتوعى نفتهم كيف نفر إلى الله، نفر من هذه الأزمات اللي تهلكنا، من الفتن التي تكلفنا دماء وتكلفنا أرواحا وتكلفنا نفوسا. انتبهوا أيها الأحبة، أسرتك خليها غالية عليك، عائلتك خليها عزيزة عليك، احرص عليها، احميها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أهل البيت نجاة، يمثلون الله، أهل البيت سعادة لأنهم يمثلون الدين، والدين ينقذ الإنسان، يساعد الإنسان، يمد إيد العون إليه. شوف هسه أنا لك راح نبكي على مصيبة الجواد، راح ننوح على مصيبة الجواد ونروح إلى كربلاء، لكن كل نستفاد من هاي العبرة ونستفاد من هاي الدمعة، وأن الله شلون يحاكينا، يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوف المؤامرة شكبرها على الإمام الجواد، الدولة اجتمعت، الحكومة اجتمعت، وهذه المرأة زوجته اللي هي ابنة المأمون قامت بهاي المؤامرة، فرغت البيت حتى ما حد يساعد الإمام، أفرغته من كل واحد موجود، شكوا جارية شكوا غلام طلعتهم، ودست السم لإمامنا آجركم الله، وبقي الإمام يجود بنفسه يعاني من السم الذي انتشر في بدنه، يريد أحد أن يساعده فلا يجد، لأنها عندما أخرجت الغلمان والجواري وكل من كان معها أغلقت الباب وذهبت وتركت الإمام لوحده. أجركم الله إمامنا في مثل هذه الليلة، بقي وحيدا فريدا لا ناصرا ولا معينا. أجركم الله بعد أن دست له السم هذه المرأة اللعينة ابنة المأمون، اتفاقا مع المعتصم دس السم لإمامنا وتجرع السم، ولكن بعد ذلك هو لوحده في الدار، وحيدا فريدا لا ناصرا ولا معينا. أجركم الله في مثل هذه الليلة اشتدت حالة إمامنا وأخذ يعاني من السم الذي انتشر في بدنه، بعد ذلك أصاب إمامنا العطش فأراد الماء. إمامنا الجواد لما اشتد عطشه أراد الماء فلم يتمكن، وطلب الماء فلم يجد، حتى اشتد به العطش إلى آخر ساعة. أجركم الله ثم إمامنا أخذ يجود بنفسه، فلما قام من مكانه وقع على وقع إمامنا شباب الأئمة الإمام الجواد، وهو بعمر 25 سنة، أي بعمر شبابه، وقع على الأرض وأخذ يجود بنفسه، فلما استيأس لم يجد ماء فيشرب أو معينا فيساعده. أجركم الله إمامنا مدد رجله وأسبل يديه وتشاهد الشهادتين، ثم قضى نحبه مسموما مظلوما
وحيدا فريدا أين الصارخون وإماما أين المنادي ومسموما أين المنادي ومظلوما أجركم الله بقي الإمام على هذه الحالة ثلاثة أيام على سطح داره حتى جاء الشيعة والموالون فتحوا الباب عنوة فوجدوا الإمام بعد أن انقطعت أخباره وحيدا فريدا ملقا على الأرض قد فاضت روحه وقضى نحبه بهذا الحال أخذوا يلطمون على الرؤوس وهم ينادون وإماما فضجت بغداد بكل أهلها واجتمع الشيعة والمحبون والموالون ثم جاء الإمام الهادي عليه السلام وقام بتجهيز أباه الجواد فغسله وكفنه وشيع الإمام وانقلبت بغداد على أهلها وخرج الناس جميعا في تشييعه ثم دفن بجوار جده موسى بن جعفر آجركم الله يا معادة الميت تحضر كل هلي وعلى رد الصايات كلها مهر ولي هذا جايب ماي هذا يغسيلي وذاك جايب كيفا هذا يفصيلي يا ناس هاي عاد المجروح بكربلة أين المنادي وحسينا أين المنادي وغريبا أين المنادي ومظلوما زينب سلام الله عليها ليلة الحادي عشر قصدت الحسين أرادت أن تصل إلى أخيها يقولون كانت تمشي في تلك الليلة نحو الجسد باتجاه المصرع ولكن تمشي وتقع على الأرض أيها الأحبة كانت زينب تتعثر بالجثث تقول تعبت من الدوار عليك والله أبيات هذه يا جماعة ما قريناها الحاجة إلا قضيت ما طلبنا بيها شفاء مريض إلا عوفي عادة إذا شايفين تفقد لك واحد يروح منك عزيز كون تقعد يمه والسولف وياه وشايفين هاي مع الشهداء مع الأحبة شايفين الآباء الأمهات الأخوات يقعدون يم الجنازة يسولفون ويا الميت يودعوا بدموعهم زينب تريد توصل يم الحسين ما تقدر توصل الدنيا ظلمة الدنيا ليل الجثث تارس القاع تعبت من الدوار عليك ما أنزل طريقك وين ظلمة ظلمة خويا شقلب والجثث سبعين شقلب كلها نومة ومجفين خاف اقلب لواحد خاف يطلع مو عرف يا حسين وويلاه يقولون ارباب المقاتل بعد ذيك الليلة زينب وصلت يم الحسين بس ايش لقيته يا جماعة لقيته مقطع
الرأس مقطوع، الجسد مبضع مليء بالسهام مليء بالجراح. يقولون شالت الجسد من الأرض وقالت إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، إلهي تقبل منا هذا القربان القليل لحقتك على ريحة الخوة وذبيتني على الغرب قوة. لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الأخوة، خويا شوف الشمر بيا سوى. لذلك كانت صعبة عليها زينب، الله شلون منظر هذا، يقولون هذا اللعين عمر بن سعد، هذا الفاسد، هذا الظالم المنافق، هذا اللي يوم العاشر يقولون هواي بكى على الحسين، يقولون دموعه بللت لحيته يوم العاشر، لكن ما نفعته بشيء. حتى لما سأل ولده قال أبا رأيتك اليوم كثير البكاء، قال ويحك أما تنظر ما يجري على الحسين، هاي دموعه ما فادته. تدري لما ركبن النساء على النياق الهزال، تدري شنو أمر؟ أمر قال مروا بهن على جثث القتلى. هاي زينب وتشوف الحسين على الأرض، سكينة وتشوف الحسين على الأرض، رقية وتشوف أبوها على الأرض، ماذا تفعل؟ شنو صار؟ يقولون أرادت زينب سلام الله عليها أن ترمي بنفسها من على ظهر الناقة، رادت تطيح من الناقة على الأرض، بس شافت جسد الحسين. حتى صاح الإمام زين العابدين: عم زينب ارحمي ضعفي، ارحمي قلة حيلتي، عم إذا نزلتي من الذي يركبك؟ ودعي أبي من على ظهر الناقة. وصاحت ودعتك الله يا عيوني، خويا يردون عنك يبعدوني، خويا لا تقول زينب والحرم ما ودعوني، ولا تقول زينب والحرم ما غسلوني. محتارة وتدير الوجه صوبين صوبين صوبين، عين على الفرات وعين الحسين. والله هاي الأبيات ما قريتني الحاجة إلا قضيت، ما طلبت بهن شفاء مريض إلا عوفي. أنا سمعت هالحرمة ونت، هذه سمعت هالحرمة هاي بجت ونت وخاي. ها خلي أقرأ لك هالبيتين هذني. ها يا حسين عرجا نوقجتنا، جابونا نياق هزل، جابونا نياق هزل أبو علي. يا حسين عرجا نوقجتنا. سمعون هالحنة، هاي الحنة توجع ترى، هاي الحنة مؤلمة. يا زينب ما خلوها تبكي ترى، من تبكي يضربونها بالصوت ما يخلونها. يا عرج النوق اجتنا اجتنا، ونظرة الواد موتتنا. يباوعون يقولون هاي زينب بنت علي، هاي فلانة هاي فلانة، نظرة الوادم موتتنا موتتنا، وطبت السوق قاتلتنا. وشنو حالكم بالله بيت الدعاء؟ سيدي يا صاحب الزمان عذرا. طبت السوق قاتلتنا قاتلتنا، خويا ارد خبرك ترى ما بينا واحد صاحمتنا. يا الله شيل ايدك شويه للامام الجواد، شيل ايدك ونطلب السلامه لزوار الامامين الكاظمين، ونطلب الشفاعه من اهل البيت، ونطلب من الله ينور عقولنا وقلوبنا ويجعلنا ممن نفر اليه، ونطلب السلامه للحجاج سالمين غانمين،
ارفع ايدك بارك الله بك شوي، أرد أسمع صوتكم بويا أهل الأحرار الضيوف صوتكم. هذا يوم الحداد على الإمام الجواد، هذا يوم الحداد على أسمع يولا، هذا يوم الحداد على الإمام يلا، هذا يوم على يلا صوت واحد، هذا يوم الحداد على الإمام وين الشباب ولهم، هذا يوم على الليلة ليلة عاشرين سميها، ليلة ليلة عاشرين سميها، العين واجب عالتقين بتشيها، العين واجب عالتقين بتشيها، جمرة الحزن الدمع تطفيها، جمرة الحزن الدمع تطفيها، أم الحسن بالفاجع نعزيها، أم الحسن بالفاجع بالدمع والسواد على الإمام الجو، بالدمع والسواد على ارفع ايدك ارفع ايدك، هذا يوم الحداد على اسمع صوتك، هذا يوم الحداد على بعد بعد، هذا يوم الحداد على قلتم وقرأ، هذا يوم الحداد على الإمام بعد، هذا يوم شمعة شبابك من زغر طفوها، شمعة شبابك من زغر طفوها، علمك أصحاب العلم حرموها، وعلمك أصحاب العلم حرموها، أهل الولاية لوالتك بغضوها، أهل الولاية لوالتك يا ابن الرضا وكل شيعتك عادوها، يا ابن الرضا وكل شيعتك هالحقد والعناد على الإمام هالحقد والعناد على الإمام يلا صيح، هذا يوم الحداد على الإمام بعد بعد، هذا يوم الحداد إلهي وسيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العليا، نقسم عليك بمحمد وآل محمد، ونقسم عليك هذه الليلة بشباب الأئمة الإمام الجواد باب المراد، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، واهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم هذا دعاء مهم جدا، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، لا تجعلنا أسارى في أيدي الظالمين، ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. اقرأوا الآية الكريمة لطلب الحوائج وشفاء المرضى، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، 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 خمس كلمات يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين
ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم شافي كل مريض من أوصانا بالدعاء والمنظورين وجرحانا. اللهم اقض حاجة كل محتاج المحروم من الذرية. اللهم اقض دين كل مدين، فرج عن كل مكروب، كل سجين مظلوم اللهم اطلق صراحة، كل أسير مظلوم اللهم فك أسر أولادنا بناتنا، سهل أمورهم في الدراسة، ارزقهم التوفيق والنجاح يا رب العالمين. اطلبوا حوائجكم أحبائي ونسألكم الدعاء، إمامكم صاحب الأمر ادعوا له. اللهم اشفي صدره، طيب جرحه، سكن ألمه، ارحم غربته، اكشف كربته. ادعو لوالديك واعتذر لهما، ربي اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اجزهما بالإحسان إحسانا. ادعو لهذا المجتمع، ادعو لجميع الناس. اللهم من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده. رب اجعل بلدنا آمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، الحجاج سالمين غانمين، زوار الإمامين الجوادين الله يكتب لهم السلامة والحفظ والتوفيق. يا الله ثلاثا، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين السامعين العلماء الشهداء الصالحين، أموات الساعين والمؤسسين وجميع الإخوة العاملين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.